بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم هذا الكتاب القيم تقوية الإيمان للعلامة محمد ابن إسماعيل الشهيد الدهلوي رحمه الله تعالى، عربه الشيخ عبد الوهاب بن محمد أبو القاسم الرحماني، حققه وعلق عليه عبد الأحد أحسن جميل آل عبد الرحمن، وهو وقف لله تعالى، وهو من إصدارات دار العقيدة للنشر والتوزيع. هذه الدار المتميزة، ومما يميز هذه الدار ألا وهي الاهتمام بكتب العقيدة عامة، وأيضا إخراجها إخراجا جميلا وطبعتها طباعة متميزة. طبعا الدهلوي رحمه الله تعالى من علماء الهند المشهورين، قام طبعا بتأليف هذا الكتاب على أصلين طبعا عظيمين، ألا وهو التوحيد ورد الإشراك، والأصل الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز من البدع. طبعا عملوا في الكتاب على التالي: ترجمة المترجم، ترجمة مختصرة، ضبط المتن ضبطا تابا بإذن الله عز والآيات، وتخريج الأحاديث تخريجا علميا مختصرا، استدراك على الترجمة المطبوعة باسم أبي الحسن علي الندوي رحمه الله تعالى. طبعا الكتاب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن التوحيد ورد الإشراك، وتكلم عن الإشراك في العبادة، والإشراك في العادة، والإشراك في التصرف، والإشراك في العلم، ثم يعني أفرد لكل هذه الأنواع من الإشراك فصلا معينا، ورد عليها بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في الباب الثاني عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز من البدع، فهو كتاب قيم جدا يعني في العقيدة، ومختصر يعني ليس بالطويل والمسهب في الإطالة في الفصول، فجزاه الله خيرا، وجزى الله أيضا دار العقيدة على اهتمام بهذه الكتب القيمة التي تبرز العقيدة التي هي على منهج أهل السنة والجماعة.